انا بعرف انه التحرش هو وقتها معقول رجال على الطريق يقول انه يطلع ويقول كلمه بشعه على مره قاطعه. مره كنت عم امشي على الطريق وكان في زلمه انه خلاني to feel uncomfortable while I was walking. من وقتها كثير بطلت امشي على الطريق لحالي وبطلت استرجع صراحه، صرت خاف من ورا هالموضوع. I feel unsafe انه walking alone على الطريق. انا وقتها صراحه كثير خفت وهربت لانه كنت لحالي وما عرفت شو اعمل. سو لازم يكون في اكثر توعيه على هالموضوع للعالم تما يتحرشوا بالبنت هن ماشيين على الطريق، لانه they make it makes them feel unsafe. That's not it shouldn't happen. بقى